Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinillahi tanhallu bihi al-uqadu وَتَفَرِّجُ بِهِ الْقُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الْعَقَائِدُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ بِرَحْمَتِكَ ماتيك يا أرحم الراحمين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الله وقادوا وتفرجوا به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.